إمكانيات هذا التنظيم مش هي اللي صنع هذا الفيديو، يعني ينبئ على طول بلا أدنى مجال للشك أن وراء هذا الفيديو ناس محترفة، شركات متخصصة في وعندها ناس خبراء وناس يمتلكون يعني تقنية حديثة وعارفين يعني ايه سينما وعارفين يعني ايه فن الصورة وعارفين يعني ايه فن المونتاج وعارفين يعني ايه مؤثرات وعارفين يعني ايه يأثروا ازاي في المشاهد ويعملوا الصدمة ازاي ويعملوا التأثير ازاي ويعملوا كمان المشهد الأخير بتاع الدم اللي في البحر، يعني ده مشهد السينما. يعني الكاميرات المتعددة، فن المونتاج المتطور اللي شغال، المؤثرات، وكل ده على فكرة سهل، ما هوش يعني عايز مؤسسة عندها خبرة كبيرة يعني. لكن اللي تبص لقيه فهم صانعيه للتأثير.